الإدارة السابقة لإدارة مكافحة المخدرات إنها فضلت تجفف منابع التهريب ومنابع التجارة لغاية، وخصوصا طبعا الحشيش، لغاية لما الشعب فاق، ويعني أو قطاع كبير من الشعب فاق. ما أعتقدش إن الفترة اللي فاتت ما أعتقدش إن المقولة دي تكون إن إحنا قاصدين نجفف المخدرات عشان الشعب مش عارف فاق. لا لا لا، ما اعتقدش، لا لا لا، دي غير صحيحه. احنا بنشتغل باسلوب علمي. احنا طبعا مكافحه المخدرات دي انت بتكافح عصابات دوليه لتهريب المخدرات. انت ما عندكش القدره انك تجفف كامل ابدا. ابقى بضحك على حضرتك وقلت لك انا اقدر اجفف السوق المصري من المخدرات، انا ابذل ما في وسعي ان انا اضبط اكبر كميه من المخدرات واقفل حدودي كويس جدا واظبط خطوط التهريب. طيب قبل 25 يناير الحاله كانت عامله ازاي وبعد 25 يناير كانت عامله ازاي؟ يعني قبل 25 يناير وبعد 25 يناير لم تتغير سياسه الاداره العامه لمكافحه المخدرات للمخدرات، لكن هو اللي تغير هو الانفلات والجهر في التعاطي. يعني انا يعني قبل 25 يناير ما كانش يجرؤ اي حد يخرج للشارع يتعاطى السيجاره في الشارع. بعد 25 وهي كانت حاله عامه عند الشعب المصري لفتره محدده، ويمكن اخيرا مؤخرا خلال العام الماضي ورجعنا زي ما كنا بنسبه 90% قبل ثوره 25 يناير بالنسبه لتعاطي المخدرات وبالنسبه لاكتراث الشعب بعمليه تعاطي المخدرات او الخوف في تعاطي المخدرات.